السلام عليكم. سجلت ولاية وهران الزاردية جديدة قوية نوعا ما وبلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر وفق ما رصده مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء والفيزياء الفلكية. وأوضح المركز أن الهزة الأرضية سجلت يوم 3 جويلية على الساعة 2:11 دقيقة وبلغت شدتها 3.1 درجة على سلم ريشتر، وحدد مركزها بستة كيلومتر شمال غرب أرزيو، وبثت الهلع والرعب في نفوس المواطنين وساكني المنطقة، خاصة بعد تلك الهزة القوية والتي عرفتها منذ حوالي أسبوع، وفاقت قوتها 5 درجات، وتسببت في حدوث تشققات في المنازل تراوح عددها بين 100 و200 مسكن حسب ما أكده والي الولاية. هذا ولحد الساعة لم يتم الإعلان عن أي خسائر بشرية باستثناء المادية منها، وحالة الهلع والخوف التي عاشها المواطنون وسكان المنطقة.